قوم زوارو راكم تيغير اسكاز امباركي اسكاز الغاز اسكاز الغداد ستودرت ان شاء الله دومان لهنا استهزيت استهزي العمر اخواني اخواتي الحضور الكريم بدايه اسمحوا لي ان اتقدم اليكم باصدق تهاني واجمل المتمنيات بحلول السنه الامازيغيه الجديده رجل الله ومن علي القدير ان يعيدها على صاحب الجلاله والشعب المغربي الحاضبه بالخير واليمن والبركه. كل الشكر والتقدير والامتنان لكم الحضور الكريم ولكل من لبى الدعوه لمشاركتنا هذا الفن الحفل الفني الماتع احتفالا واحتفاء بحلول السنه الامازيغيه. الشكر ايضا موصول للإخوة والأخوات جنود الخفاء الذين كانوا وراء التنظيم لجعل هذا الحفل ممكنا. هي إذا سمحتوا هي مناسبة لتصحيح بعض المغالطات اللي كتروج لها بعض الجهات اللي كتصنف الأمازيغية كعدو للغة العربية. كيفاش؟ كيف يستقيم ذلك؟ كيف للسان واحد يترجم كيانا واحد في تعدد ثقافته وروائده ان يكون عدوا لنفسه؟ اللهم اذا كان هذا الكيان كيان مريض او ربما مصاب بانفصام الشخصيه، هذا ربما ما لا يستوعبه او تستوعبه بعض العقول القاصره، وللاسف منهم بعض الدعاة الذين زاغوا عن أمانة الرسالة وعوض الدعاة أصبحوا رعاة للحقد والتطرف والكراهية. الداعية يا سادة هو واعظ في العقيدة وفي الأخلاق وفي القيم وليس محرضا على التفرقة بين الأخوة والإخوة، يجمعهم مشترك العقيدة والدم واللسان مهما اختلفت روافدهم. وحتى إذا زاغ بعضهم فالداعية بالتي هي أحسن ليجادلهم وليس بالتطرف والتشدد والرفض يقابلهم، لأنه بهذا يزيد في المحنة ويعمق الجرح. التاريخ والوقائع يكذبان هذه المزاعم الشاردة. ماذا نقول عن لغة العلامة محمد المختار السوسي في المعزول وسوس العالمة؟ وماذا نقول عن مدارس حفظ القرآن بسوس في أيت وفقة وإذربي وإليق؟ الأمازيغ في هذا البلد هم من حافظوا على لغة الضاد غيرة على دين آمنوا به وحملوا السيف من أجله وعن اقتناع. في الأطلس المتوسط كما جبال الريف وسوس قد لا يتقنون الدارجة ولكنهم يفقهون في اللغة التي نزل بها القرآن، لكن في الإدارات والمحاكم يعجزون عن التعبير للدفاع عن حقوقهم. إذا جوج حوايج هاد الدعاة، إما ما كيعرفوش بلادهم وعندهم جهل واقع أبناء جلدتهم خوتهم، وإما ما عندهمش الخبداء لهم، وفي كلتا الحالتين هي دعوة ورجاء لهم اعفونا. اعفونا من خطاب تفرقة ديالهم. لقد حان الوقت يا سادة لكي تتبوأ الأمازيغية مكانتها الحقيقية المستحقة وأن يتم الإقرار برأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها. صاحب الجلالة قال كلمته، الدستور قال كلمته. اش كنتسناو اليوم؟ اليوم في هذا الحفل حرصنا على الانصات والوقوف اجلالا للنشيد الوطني باللغتين الرسميتين دستوريا العربيه والامازيغيه. في هذا الحال وفي هذا الحال اكثر من رمزيه ودلاله، وطبعا هما رمزيه ودلاله. نريد لحكومتنا الموقره ان تلتقط الرساله وتنفض عليها غبار السبات
فما جدوى القوانين وما جدوى المضامين، مضامين الدستور إن بقيت حديثة النصوص وبعيدة عن التنزيل، هي فقط مجرد إعلان عن نوايا ومجرد شعار، وهكذا تفقد مؤسساتنا الشرعية والصدقة والمصداقية. مارس 2020 سقف وضع المخططات القطاعية، أين مآلها؟ ولو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أين وصل؟ ربما هذا سؤال غلط، الواقع ماشي أين وصل، لأن باش يوصل خصو يقلع. أين فقد؟ انتلف ترسيم السنة الأمازيغية فوقاش؟ السيد رئيس الحكومة المحترم، وبالمناسبة أتمنى له ولفريقه سنة أمازيغية سعيدة مع المزيد من الجهود باش يسعدوا ويفرحوا شوية المغاربة كما فرحوا المنتخب الوطني الإطار المقتدس وليد الركراكي. وبالمناسبة نجدد له الشكر ولكل طاقم الفني ولأسود أطلس على الإنجاز التاريخي بقطر، وكلنا أمل أن يبصم الفريق الحكومي بدوره على تحقيق إنجاز اقتصادي واجتماعي يخفف بمعاناة المغاربة في هذه الظروف العصيبة، واجعلهم أيضا فرحين محتفين بإنجاز فريقهم الحكومي. أقول للسيد رئيس الحكومة، تعهد أمام جمعيات أمازيغية في حفل أمازيغي وقال بالحرف: ليس هناك اليوم ما يمنع من ترسيخ السنة الأمازيغية. وفريقه في الحكومة وضع مقترح قانون طالب ويطالب بالترسيم باعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها قبل أن يسحب وفي ظروف غامضة وبتبريد أغمر سنة 2013، ثم يضع القانون مرة ثانية سنة 2021. أين مآله؟ دابا هذا مجرد مرسوم، إحنا ما كنهضروش على قانون، على مشروع قانون، ما كنهضروش على مقترح قانون، مجرد مرسوم بمعنى مجرد توقيع. وإحنا مازالين نراوح مكاننا، مازالين ما شفنا والو. جميل نحتفل الحكومة الموقرة بالسنة الأمازيغية بمدينة الخميسات المناضلة. سؤال: علاش الخميسات؟ الجواب يمكن كتعرفوا، هي عاصمة الزمور الأمازيغية، هذا رصيد نعتز به جميعا، ربما لأنها على بعد 45 دقيقة من الرباط، هذا شيء مهم، لكن الأهم أن الحكومة ما اكتشفت الخميسات قريبة من الرباط فقط بالاحتفال برأس السنة الأمازيغية. والخميسات ما قريباش من الرباط في التنمية، في المسالك، في البنيات التحتية، في الطرق، في الشغل، في الثقافة، وقس على ذلك. اسمحوا لي، الخميسات ماشي هي الشابيتو الحكومي الفارغ، الخميسات تاريخ، الخميسات نضال، كان خاص الفريق الحكومي اللي حل الخميسات يعرفوا بأنه جزء من التاريخ ديالو. تمنيت لو أن الفريق الحكومي اللي حد ضيف على الخميسات يخرج من الشابيتو يشوف الخيام ديال الزنبور، ويشوف الزربية الأمازيغية الشهيرة ديال الزنبور، ويشوف الفانتازيا ديال الزنبور، والفرسان والخيالة ديال الزنبور، والنفخة والكرم أيضا ديال الزنبور. ما فائدة زيارة فريق حكومي لإقليم دون النهوض بأوضاعه ودون اللقاء بساكنته ولو على الأقل عبر ممثليه؟ مشيتوا وشفتوا واحد الدورة، شوفوا الأوضاع في الجماعات، يكونوا فكرة، أكثر من 10 وزراء حضروا، كان شي يمشي ياك السي أحمد شكري يمشي السيت يمشي يشوفوا أي توريب يشوفوا أي تيكو أي تيادي أي تعذران أي تواحي أي تكلم، هذه القبائل هذه القبائل الأمازيغية عندها تاريخ كبير. كان الفريق الحكومي يوقف على هذا التاريخ ديال هذه القبائل الشابقة. الخميسات في منتصف الثلاثينات المزعم مير ردها مركز لتهيئات
الجنود المغاربه اللي كانوا كيمشيو للحرب العالميه الثانيه كان المركز اللي كيمشيو ماشي فقط ابناء المنحدرين من الخليزات بل ايضا من المغرب وتما كانوا كيتجمعوا وتما كانوا كيتكونوا باش كيمشيو للحرب العالميه الثانيه. الخميسات مسقط راس رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجيه ووزير الداخليه السابق دومينيك دو فيلبار. الخميسات توأم مدن فرنسيه جميله مارسي طولون كان. الاحتفال الامازيغي في اقليم امازيغي ربما ليس بهرجه، اسمحوا لي يا اخواني ويا ساده، ليس بهرجه او بروتوكول امام عدسات الكاميرات العابره. الاحتفال الامازيغي هو تكريم وتفاعل لهذا المكون الهوياتي، وهو تنزيل لنصوص تؤطر التنميه، لان الامازيغيه التي نسبوا اليها هي امازيغيه الكرامه وامازيغيه الشغل وامازيغيه الاحتواء بدلا امازيغيه التفرقه والعداء. شكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.